تقول سماحة الشيخ، تلبس المرأة عندنا التنورة، ما يسمى بالتنورة، وهي عبارة عن ثوب مقسم إلى جزئين، مثلا فنيلة وبلوزة، هل يجوز لها ذلك؟ ليس لها أن تلبس لباس يظهر شيئا من عورتها أو تشابه فيه الكفار أو الرجال، وإذا كان لباس لا يشبه الرجال ولا يشبه الكفار ولا يبدي شيئا من العورة فلا بأس، لا بد يكون ساترا وبدنها كله عورة إلا وجهها وكفيها عند النساء، والعورة المغلظة ما بين السرة والركبة، وهي كلها عورة عند الرجال إلا جميعا، جميعها عورة عند الرجال، لكن في الصلاة كلها عورة إلا وجهها وكفيها إذا كان ما عندها رجال أجنب. نعم، المقصود لا تلبس لباس يكشف شيء من عورة أو لباس يشبه الرجال أو يلبس يشبه الكفار. نعم.